قال هذا الخبر منقول عن عيون أخبار الرضا صلوات الله عليه، أنه جاء رجل وغلامه، غلام عنده من منطقة بلخ، فجوا إلى حرم الإمام الرضا صلوات الله عليه، فصلى الرجل وصلى غلامه خلفه، وبعد أن أكمل الصلاة سجد المولى وسجد العبد في ذاك الوقت اللي كان أكو موالي وعبيد، وأطال الرجل سجوده وأطال الغلام سجوده. شنو قال الغلام في ذلك السجود؟ ما الذي خاطب سيده ومولاه؟ لا نعلم، ولكن المولى رفع رأسه فوجد الغلام في حالة السجود، صاح فلان، فقام وقال لبيك يا مولاي. قال هل تريد أن أعتقك؟ فقال نعم يا مولاي. العبد طبعا طبقة ثانية، فقال أنت حر لوجه الله. ثم قال لهذا العبد هل تحب أن أزوجك من جاريتي فلانة اللي موجودة في بلخ؟ فقال العبد نعم يا مولاه. فقال زوجتك جاريتي فلانة، أعتقها وزوجها. ثم قال له هل تحب أن أعطيك ضيعتي عند أرض أو بستان؟ ضيعتي الفلانية أعطيها لك. قال نعم يا مولاي. فقال ضيعتي الفلانية لك ولزوجتك ولأولادكما من بعدكما. فأخذ الغلام يبكي، قيل له لماذا تبكي؟ قال لأني في السجود سألت أن يستشفع لي الإمام عند الله تعالى في حريتي وفي زواجي وفي أن أملك شيئا يدر علي معيشتي. كلمة واحدة، هؤلاء منابع الفيض، وحقيقة المحروم من حرم من هذا الفيض. الإخوة الذين يتمكنون يحاولون أن يشدوا الرحال إلى الإمام الرضا، يحاولون أن يشدوا الرحال إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يحاولون أن يشدوا الرحال إلى السيدة زينب صلوات الله وسلامه عليها، لعل الله يمن فيحل بهذا التوجه وبهذا الدعاء مشكلات الدنيا والآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لذلك.